أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأولاد الذين توفوا قبل بلوغهم سن الرشد هم الولدان المخلدون الذين ورد ذكرهم في الآية؟ لا، لا دليل على هذا، لكن الولدان اللي ماتوا وهم صغار من الأفراط الذين يدخلون الجنة ويشفعون لآبائهم إذا كانوا أولاد مسلمين، فأولاد المسلمين تبع لآبائهم ويكونون أفراطا يشفعون لهم، وأما أولاد الكفار فهؤلاء ليسوا مسلمين تبع لآبائهم، لكن اختلف العلماء في مصيرهم في الآخرة، اختلفوا في مصيرهم في الآخرة، والصحيح أنهم مثل أصحاب الفترة يرسل إليهم رسول ويمتحنون، فإن آمنوا دخلوا الجنة وإن كفروا دخلوا النار. نعم.